كابتن شريف عبد الفضيل، منورنا كابتن شريف. انا سعيد بوجودي معاك كابتن هاني، ومتشكر جدا على المقدمه الجميله دي. ويعني انت تستاهل اكتر من كده. لا استاهل ايه بقى، ما حضرتك موجود يعني. لا بس انا هنتكلم على الدفاع، فحضرتك وزير الدفاع يعني. حبيبي حبيبي. لا بس انت ما لعبتش دفاع بس يعني، انت انا خدتها كلها يعني. انت لفيت الباك رايت بالظبط، انت لفيت وهاف ديفندر وجناح، ولعبت كله فعلا يعني، جميع المراكز دي لعبتها فعلا. بس برضه لعنه الاصابات كانت ما شاء الله ملازماك يعني. هي كانت دايما بتعاندك، موضوع الاصابات ده كان دايما يعاند شريف عبد الفضيل. ده حقيقي. هي يمكن في اخر ثلاث مواسم تقريبا، اخر سنتين بالذات، فعلا بقى كان في الاصابات دي. بس الحمد لله كنت دايما ارجع مثلا العب قبل نهائي افريقيا، نهائي افريقيا في ماتشات افريقيا كلها بقى حاضر. ماتشات تقيله، ودي كانت بتراجع ثقه المدير الفني اللي موجود ان انا كنت مهما بعيد، فالحمد لله برجع فت بسرعه وبيلاقيني جاهز قوي فبينزلني. درجة ماتش سي سبورت في الكونفدراليه، نهائي كاس الكونفدراليه، بنلعب سي سبورت هناك. كنت متعور قبليها؟ كنا متعور في السمانه، وكان معايا حتى يمكن كان عبد الله الصعيد عنده شرخ في وش رجله، فاحنا الاثنين رايحين بنكمل سكور بس. كنا رايحين اصلا كام، 16 لعيب في السكور، 15 16 كمان، فقاعدين بنكمل الدكه يعني، مش رايحين كمالك عدد. فكان جريده الاسباني هو المدير الفني، فاتفاجئت بعد ثلث ساعه من الماتش بيبص لي كده على الدكه ويقول لي قوم سخن. فبصيت كام ساعه قلت له انا انت بجد هتهزره؟ فطبعا هو كان شايفني ان انا فت قبل، انا نزلت بالظبط تمرينتين معاه. فقال لي خلاص. كان غبت قد ايه؟ كان الكابتن ابو العيله قبليها ثلاث شهور. ثلاث شهور ده انت على الاقل لازم تقعد لك اسبوعين ثلاثه مع الفرقه يعني. بالظبط. فالكابتن ابو العيله قبليها حتى قال له شريف هيجي معاك، ما ينفعش ينزل، ما ينفعش يشارك. والله العظيم ما فيش ربع ساعه بالظبط قال لك قوم سخن، نزلت نزلني بين الشوطين بالظبط. انا خدت احسن لعيب في الماتش ما شاء الله، لعبت باك ليفت. ده كان امتى بقى يا كابتن؟ ده نهائي سي سبورت. اوكي. ده 2013. طب باك ليفت والعوده لعبته باك ليفت. يعني هو سبورت. انت مشيت هناك كويس، فقال لك خلاص ما يكمل، ما خلاص بقى يعني. يكمل بقى في البوزيشن ده. بالظبط كده. الحمد لله احنا خدنا البطوله دي. قبل المشوار ده في مشوار بقى.